الذي خصص للقعدان اللي قايل محليات الأصايل، والمسافة هي من 5 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع هذا الكم والعد الهائل في هذا الشوط. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يحتل بالصدارة يعلن حضوره مع البداية والمقدمة والصدارة. المقدمة والصدارة والانطلاق الأول المعلم حمد بن علي بن حليس العفاري، من يقدم لنا المعلم ويعلن حضوره مع مقدمة الشوط. نقلة مباشرة مع المركز الثاني، يتقدم بهذا المسار الحذر محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، يقدم لنا الحذر ويأتي مع المركز الثاني. ثالث المراكز الواصل والمنطلق الشميمي محمد بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، من يقدم لنا الشميمي. نقلة مباشرة مع المركز الرابع، من تدخل في هذه اللحظات وأعلن حضوره بهذا الانطلاق يتقدم مباشرة إلى المركز الثالث. يا سلام. ومن المركز الثالث إلى المركز الثاني شعار بن دغاش، من يعلن هذا التواجد. المركز الخامس الواصل والمنطلق مشاهدين الكرام، واصل في هذه اللحظات الشامي مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، من يقدم لنا الشامي ويأتي مع المركز الخامس. المركز السادس وصول في هذه اللحظات من الرسمي عيسى بن سالم بن معصم الحميري، من يقدم لنا الرسمي مع المركز السادس. المركز السابع وصل صايب سلطان بن علي الابهوني، من يقدم لنا صايب وياتي مع المركز السابع. ثامن المراكز بهذه اللحظات ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم بهذا المسار في هذا الانطلاق السلام القادم والمنطلق في هذه اللحظات اللي هو شاهين سيف بن محمد بن سالم العفاري. ومن الجانب الاخر من يصل في هذه اللحظات ينطلق مشاهدينا الكرام الواري سيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيلي، القدوم والوصول مع المركز التاسع. من الجانب الاخر من بدا ينتقل انتقاله ممتازه في هذه اللحظات ياتينا اللي هو معزم سعيد بن سالم بن علي الوهيبي، عاشر المراكز ارى الرسمي عيسى بن سالم بن معصم الحميري. هكذا النداء الاول للمراكز المتقدمه ذعناه كاملا مكمل. نعود مع البدايه ومع مقدمه الشوط مع المركز الاول مع الصداره المعلم، ما زال في مقدمه الشوط مع الصداره والانطلاق الاول. من يقدم لنا هذا الشعار ابو منصور يا سلام مع بدايه المقدمه ومع المركز الاول يعلن هذا الحضور مع البدايه والمقدمه والانطلاق الاول. حمد بن علي بن حليس العفاري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني يلي مباشرة الشميمي محمد بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، يا سلام من يقدم لنا الشميمي مع المركز الثاني. المركز الثالث سليل محمد بن دغاش بن محمد العامري، من يقدم لنا سليل المجد مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنا وانطلق بهذه اللحظات ياتي صايب سلطان بن علي اليبوني، من يغير من مركز الى مركز، ولكن القادم والواصل في هذه اللحظات ينطلق مشاهدين الكرام. يا سلام وصل مزعل محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، من يقدم لنا مزعل. ومن الجانب الآخر في هذه اللحظات هنا مشاهدينا الكرام ينطلق بهذا المسار هو الانطلاق، وصل في هذه اللحظات وتقدم تقدم ممتاز. ياتي مرحب احمد بن مطر بن صقر المنصوري، ولكن القدوم والوصول من معزم سعيد بن سالم بن علي الوهيبي. الاسامي بدات تظهر والانطلاق يا سلام. نعود حيث البدايه، نعود مع المقدمه. نعود مع البداية، نعود مع معلم. يا سلام ما سلم المهمة معلم، منذ الانطلاق مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام ينطلق بكل قوة بكل جدارة في مقدمة الشوط والمركز الأول. حمد بن علي بن حليس العفاري الكيلومتر الأخير، لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الفوز. اللي وصل اللي انطلق مع المركز الثاني ياتي الشميمي، وصل بن سبت يا سلام محمد بن راشد بن محمد بن
سبت آل خيلي، ولكن هنا يتقدم وينطلق يا سلام مع المركز الثالث من الجانب الآخر. وصول في هذه اللحظات واجهنا هنا وانطلق بهذا المسار آر اللي هو برقي برقي راشد بن بخيت بن علي بن مجارح القرح يا سلام، ولكن المعلم معلم النواميس هو من ياتي على الصدارة. المركز الثالث مزعل محمد بسيف بن ماجد المزروعي إن كان يحمل الرقم 77 يا سلام مع البداية والمقدمة، ولكن اللي هو في هذا الانطلاق مشاهدينا الكرام الواري 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 انطلق انطلق الواري يا سلام، تعود الملكية للواري لسيف بن سهيل بن سيف بن كلثم آل خيلي، أعلن الحضور أعلن الإبداع يا سلام بن كلثم من يقدم لنا الواري، ورى النواميس الواري، ورى الفوز الواري، ورى الانتصار بن كلثم ما شاء الله وتبارك الله على هذا الإبداع. السلام العين سلام العين سلام، أسعد الله صباحكم يا هالي زاخر على هذا الفوز والانتصار من يقدم لنا الواري. تهانينا والناموس لمالكم مشاهدينا الكرام بهذا الفوز والانتصار لك ابن كلثم، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والابداع. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز راشد بن بخيت بن مجارح، اما اللي في المركز الثالث كان من نصيب المركز الثالث معلم حمد بن علي بن حليس الاحفاري، المركز الرابع كان من نصيبه مشاهدينا الكرام رابع المراكز عالي احمد بن راشد بن مصبح الظاهري، والمركز الخامس كان من نصيب خامس المراكز اللي هو سليل محمد بن دغاش بن محمد العامري. نذهب مباشره الى الواري والى التوقيت الزمني للواري، 7 دقائق التوقيت الزمني 38 ثانيه 8 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك الواري على هذا الفوز والانتصار سيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيلي، المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز. وننتظر توقيت الزمني مع المركز الثاني يا سلام اللي هو التوقيت الزمني 7 دقائق 40 ثانية 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس لك يا بن مجارح راشد بن مخيط بن مجارح القرح من يقدم لنا هذا الفوز والناموس. المركز الثالث المركز الثالث المعلم حمد بن علي بن حليس الاعفاري قطع المسافه الزمن قدر 7 دقائق 40 ثانية، وننتظر توقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس.